إلى الوطن السعودية، وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إلى اليمن خلال اليومين المقبلين مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر للوقوف على مدى تجاوب الأطراف السياسية في التوقيع على المبادرة الخليجية التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي. في غضون ذلك تتردد أنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية تشير إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح قد عرض على نائبه السابق علي سالم البيض المنصب الذي يتولاه حاليا عبد رب منصور هادي. وتشير هذه الأنباء إلى أن صالح أجرى مؤخرا عملية تواصل سرية مع البيض بهدف إقناعه بالعودة إلى اليمن وتولي منصب نائب الرئيس، إلا أن البيض رفض عرض صالح.